السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة سفيرة مطروح. النهاردة يا جماعة احنا في الأنفوشي، وعايز أصور لكم أولا المجهولات البحرية اللي هي الصدف والقواقع والحاجات دي. طبعا حاجات جميلة جدا عايز أصورها لكم، اتفرجوا معايا كده. شايفين كل دي؟ نجمة البحر دي، ودي اللي هي الشعاب، وده حصان البحر. حصان البحر اهو، حصان بتاع البحر، خواطر كده جميلة، حاجات جميلة جدا يعني، وأسعارها كويسة يعني. ده الفك بتاع سمكة القرش، الفك بتاع السمكة بتاع القرش، حاجات جميلة ورخيصة يعني. دلوقتي احنا لسه برضو في الجولة بتاعتنا في منطقة الأنفوشي عند القلعة، حبيت أوريكم القلعة. قدامها يا جماعة في نادي الصيد، نادي الصيد ده اللي قدام القلعة التانية، منطقة القلعة دي ممكن تخشوها يعني باشتراك فلوس، يعني ممكن تخش تقريبا مش عارف 10 جنيه للفرد حاجة كده، بتخش جوه القلعة تتفرج عليها جوه، في متحف جواها وفي كل حاجة. وهنا في رحلات بقى زي ما انتم شايفين كده، ايه بالمركب، تركب المركب كده رحلة يعني جولة كده، المركب زي نزهة كده زي ما انتم شايفين. تعالوا انزلوا نشوفوا كده حاجة جميلة يعني. والمنطقة هنا كلها طبعا أجانب، أجانب كتيرة يعني بيجوا هنا على طول يعني، منطقة جميلة طبعا. اللي حضراتكم ما شافهاش يتفرجوا يعني. متنسوش بقى يا جماعة اللايك والاشتراك بقى في القناة دي يا رب يعني كده. وده يا جماعة هنا المتحف، ده هنا المتحف الأحياء المائية بس المتحنطة، المحنطة هنا المتحف ده. شايفين ادي الباب اهو، كل حاجة متحنطة، الأسماك كده يعني كله محنط جوه. ده بابه هنا، ده بابه، ده الباب. بصوا كده نشوفوا هنا بقى، أوريكم جولة كده على هنا برضو بيجوا هنا في مراكب صغيرة كده بتاخد الناس، بتاخد ممكن تيجي تاخدوا جولة كده حلوة. يعني متنسوش بس الاشتراك يعني والتدعيم القناة يعني، ونشوفكم دايما بخير كده يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.